تنفيذا لتعليمات السيد مدير الخدمه الجامعيه سيد حناشي حنيش، سطرنا برنامج وجبات خاص بالشهر الفاضل شهر رمضان المبارك، وكان الافطار الجامعي على مستوى الاقامه الجامعيه سعيدي محمد يوميا كل 19 يوم هذه اللي مرت. وبالمناسبه نقول لهم رمضان كريم وكل عام وانتم بخير. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على رسول الله. ها نحن نتواجد في الاقامه الجامعيه سعيدي محمد، أين أقيم إفطار جماعي لفائدة الطلبة المقيمين بالإقامة الجامعية بحضور إطارات ومدير الخدمة الجامعية تحرت. وجاء هذا الإفطار الجماعي نتيجة التوصيات والتوجيهات المزداة من قبل الوصاية وخاصة المدير الولائي للخدمة الجامعية بولاية تحرت، أين أعطى أوامر وتعليمات صارمة فيما يخص هذا الإفطار، وهو الوقوف على تقديم احسن الوجبات الغذائيه وتسطير برنامج او مخطط غذائي غني لفائده الطلبه حتى لا يحسوا بروحهم باللي راهم في ديارهم وما يحسوش بهذاك باللي راهم بعاد على ديارهم. ونوفروا لهم ونشكر كل العمال وموظفي القطاع على تسخير كل الموارد البشريه الماديه لانجاح هذه العمليه على مستوى اقامه جامعيه سعيد محمد وعلى كافه الاقامات الجامعيه المتواجده عبر ولايه تيارت.